ملخص حلقة الاثنين من مسلسل حب خادع. تارا تحاول قتل أنجالي. قبل ما نبدأ بهذا الملخص بتمنى منكم تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس. خلونا نوصل للألف مشترك بأقرب وقت. بدنا نوصل هذا الفيديو للخمسين لايك. تبدأ الحلقة مع ديب يغرق وتارا تمشي باتجاه البركة. تقول أن ديب لا يستطيع أن يخدعها وتقول أنها ستراه عندما تصل المنزل. من جهة أخرى يحاول ديب فك الحبل والخروج وتجده أروهي ينجح فتتصل بحالي فيها وتطلب منه التبديل إلى الخطة الثانية. وقت لاحق تعتقد أروهي أنها لا تستطيع أن تترك ديب يموت لأنها لم تعرف بعد عن والديها، ثم يتصل بالرجال وتطلب منه أن يتوقف. ويخرج ديب من حمام السباحة ويتساءل من الذي أنقذه، بينما تارا لا تجد سيارة ديب أمام المنزل مما يعني أنه ليس بالداخل. وتنظر مواسي لا تارا وتقول أنها يجب أن تراقبها. تأتي مواسي إلى غرفتها وتخرج شيئا ما، تقف تارا ورائها. ماوسي تخاف وتلتقط الحقيبة. تمسك تارا رقبتها فتخبرها ماوسي أنها إذا قتلتها فستكون خسارة لها. بينما يأخذ ديب أنجالي ويسألها لماذا حاولت قتله. وتارا ترى ديب وأنجالي معا وتغضب كثيرا. تأتي أروه لغرفتها وتقول أنها يجب أن تعثر على والديها على قيد الحياة. يأتي فراد إليها ويطلب منها الابتعاد عن المنزل ويخبرها أن تثق به. بينما تارا تحفر قبرا لأنجالي وتأتي أمامها وتهددها. تارا تقوم بضرب أنجالي، وفي هذه الأثناء يبحث ديب عن تارا. بينما تارا تخبر أنجالي أن الوقت قد حان لوضع حد حياتها، يحصل ديب على مكالمة من الحمقى الذين يبلغوه أنهم في الخارج وسيأخذون أنجالي خارج المدينة. يشعر بالصدمة ويقول أنه حدث لأول مرة. تارا تضع أنجالي في القبر ويسأل ديب ماوسي عن تارا فتخبره أن تارا قررت أن تقتل ديب. يغضب ديب ويقول لها أنه يتعين عليها التعامل مع تارا لأن وجه الأنجالي معهم بالنسبة له. يقول ديب أن تارا ربما رأته مع أنجالي وتريد الآن قتلها. وتغطي تارا القبر بالطين وتصرخ أروهي وتطلب المساعدة. بينما تعود تارا فيراها ديب ويسألها من أين أتت، ثم يفقد هدوءه ويسألها عن أنجالي. فتسأله هل هو قلق عليها وتخبره أنها قتلتها، فيطلب منها أن تخبره أين جسدها. فتقول له أن لا أحد سيجدها ويعرف مكانها. ترى ماذا سيحصل في الحلقات القادمة.